تفاصيل عن دورها المحوري في الدعاية للنظام السوري، وتستخدم الأسد ما لا يقل عن 3 حسابات رسمية في وسائل التواصل الاجتماعي لدعم زوجها والثناء على من تسميهم شهداء النظام واتهام الغرب بنشر الأكاذيب. وتقول الصحيفة إن أسماء تظهر في معظم منشوراتها في مواقع التواصل وهي تعانق أطفالا ومسنات بينما ترتدي آخر صيحات الأزياء، ولكنها ظهرت الأسبوع الماضي مشككة بما جرى في خان شيخون. ولذلك حث نواب بريطانيون وسوريون مقيمون في بريطانيا الحكومة على تجريد أسماء من جنسيتها البريطانية لإرسال إشارة قوية إلى نظام زوجها. كتبت صحيفة الأوبزرفر البريطانية بشأن التعديلات الدستورية في تركيا قائلة إن البلاد تستعد للتصويت على استفتاء يمكنه أن يعزز قبضة أردوغان على السلطة، وتضيف أن حملة التصويت على الاستفتاء